كحول للطريقه نتاع الورده، كيفاش نتحصلوا على الورده نتاع البيطراف؟ شوفوا يا جماعه هذه نحوها ديريكتومون، بصح من 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 ما نحوهاش دركا باش تشد لنا باش تعاوننا نشد بها اختها. بسم الله. تمام هنا عزيزتي نحطوا السلطه، نعمر لك هنا ديريها عمري لي الروز. هنا درنا لا ماسيدوان بيان سور، الروز نديرو كيلا نتاع روز، كيلا نتاع روز زوج كيلات نتاع ما. دوك كيما قلتي كيفاش طيبيه؟ قلت لك هذا تاع الرز العادي المفور هذاك، ندير كيلا نتاع رز زوج كيلات ونص نتاع ما، الرز اللي يجي مفور ولا لوغي يوتيفي هذاك كما قلنا، ماشي كيما الارز الابيض، الارز الابيض تكون الكميه نتاع السوائل اقل وبيان سيغ مده الطهي تكون اقل. وكل روز على حساب نوعيته فوالا على حسب نوعيه الارز بيان سيغ، ماشي كامل النوعيات نديروا لهم نفس الكيلا كيما نفس كيما الطعام ثاني. تشمخ تاع الطعام ماشي كيف كيف على حسب نوعية القمح. ولو بيان سيغ الرز نخلو حتى كي يطيب ويتزربع يولي يتزربع، نخلو حتى كي يبرد مليح مليح. والخضر نتاعنا المرافقة اللي هي الجزر مع لي بتي بوا ولا البازيلا، الجلبانة نتاعنا حتى كي تبرد مليح اللي باش نضيفو لا مايونيز باش ما تولينناش زيت، باسكو الا ذابت لا مايونيز ما درنا والو تولي ما درنا والو. فوالا النكهه هذه كامل تضيع. نوصله كامل فوقك. نعم تمام. خلي فقط شويه برك باش نديروا الفرماج شي حاجه. درك هنا قولي لهم على المقادير الاخرى اللي كيما وجدتها. عندي الطماطم، نسينا باش نقطعوا الطماطم، نعاود نجيب لا بلونش هذه نغسلها. الطماطم لازم تكون كاينه في السلطه بيان سور. تمد لها لون وبنة. خلاص بزاف برك عطيتها شويه. نعم فوالا هكذا. نجيبو دوك الجبن اسباتو، الجبن ولا لا مايونيز؟ جبن خير فوالا، باسكو ديجا كاين لا مايونيز لداخل مديش. ميم اللي عندهم الحساسيه من البيض نقدروا لا ماسيدوان نخلطوها بالجبن ولا الجبن الطاري كما نقولوا حنايا فرماج دو ريجيم. بسم الله. ديري بهذه بالك في الاول من بعد. لا لا كان جذائب شويه خير. وي جبتو لك من الثلاجه سي بوسا. زيد لك شويه، زيد لك شويه، زيد شويه. نعطيه لك كاع كل علبه عنو حد ما زيادة في الخير، زيادة في الخيرين. فوالا هنا عندي لو شوكروت ولا الكرنب البنفسجي، راني دايرته في الخل عندي مدة ملي خللته شهرين هكذاك. قتلت الشهر قطعيه نقطعو ونغسلو بيان سيغ مخلل بيان سيغ، نعصرو شويه بالملح، نديرلو شويه ملح ونبقى نعصر فيه نعصر فيه، يخرجوا له السوائل تاعو، نديرو داخل علبه زجاجيه وندير عليه الخل والماء ونغلق العلبه، كي تفوت عليه شهر نبدا ناكل فيه. لو شوكروت عنده بزاف فوائد صحيه، بزاف بزاف فوائد صحيه، باسكو يجي شويه هو يجي شويه حار وامير صح، بصح كي ديريه هكذا يجي بزاف بنين. التزيين كل وحده والتزيين تاعها، نبدا انايا نحط السلطه نتاعي. بسم الله. مش كامل ياكلوا السلطه، ماشي كامل ياكلوا الورد بصح كامل ياكلوا السلطه. المهم نديروا لهنايا الورده، نشوفوا لها المكان نتاعها، نديرها انايا دو كوتي. نخير لها المكان لهنايا، نحطها دو كوتي. نديرها ليها باش تجي للمشاهد. بون هذه نديروا لها شويه بيان سيغ، تقدروا ديروا لها شويه لا فينيغريت وشويه ثوم نطبعوها لهنايا. حنايا في الاعراس نديروها هكذا باسكو دي فوا يقول لك ما ناكلش الثوم، ما نديروها هكذا ساده كيما نقولوا ما فيها والو. ما ديرلهاش كريمه ولا مايونيز ولا حاجه. لا لا ما نخافوا التوكسيكاسيون خاصة في الفترة الصيفية. مايونيز انا ما نستعملهاش في الاعراس في الفترة الصيفية هي والطوم. حتى في الروز ما تستعملهاش؟ في الروز نستعملها بصح اخر اخر يسمى خلي في الثلاجة اخر شيء نجبدو، بصح هذول الاكي تعرف يشدوا اليد نطيبوهم مع الصباح هذول الاشياء تاع. هنا واش تزيدي؟ ندير طماطم
نحطها على شكل مروحة. شفتوا؟ نديري له ندير له شوكوت لهنايا شوية. لا فعلا لمسة الشوكوت تاعك شابه. ايش ربي يحفظك. وماشي بزاف ماشي معروف كامل هذه يعني طريقة أمريكية تاع الشوكوت هذا يعني الطبق ماشي طبق طريقة أمريكية. تقدر تخلي لي شويه معليش. مازي كملي شابه قدك. نعيط لزوجي يجيب لك علبة ماكاش مشكل. راني دايره علب كثيره في الدار بسم الله شكرا ربي يحفظك. شويه على جنب بيتنس هاو بزاف بنين. بزاف شباب. غادي هنا المايس كان هنا المايس كان. بسم الله شكرا. راهي بزاف شارجي كنت حندير كي كان طبق. انا شبعت غير بوش حاطه هنا بصحتي. حالك سلطه تحفه.